انت قلت انه ما نتعمق بهالموضوع وما نحكي شيء بتفاصيله، لكن راح اسالك كم سؤال عنه. للناس اللي ما يعرفون انا عن شنو دا احكي، انت مريت بتجربه مؤخرا، تجربه كما يقال زواج من فنانه معينه، وما نعرف شنو اللي صار بعدها. تصريحات، صحافه عربيه تكتب، يعني ترند لفتره كلش طويله اسميا انت وهاي الفنانه. علي، انت مذنب بهاي القضيه كلها مثل ما الناس تتوقع؟ احنا حكينا بهذا الموضوع قبل، واتمنى يعني انا امتنع عن الاجابه، يعني سولفنا بيه وحكينا بيه وخلاص. انا اريد اسمع رد من عندك انت اليوم للناس اللي تتهمك بانك انسان استغليت اسم، صعدت على ظهر احد، شنو ترد على هذول الناس؟ امتنع عن الاجابه. امتنع. انا اعتذر منك يعني. علي، اليوم هواي من جمهورك يريدون يسمعون يعني تصريح منك على هالموضوع. الموضوع خلص انطوى، وهذا الموضوع اتوقع يخص حياتي الشخصيه. بس اعلنت انت. مو انا اعلنت، يعني الموضوع كان اتوقع يخص حياتي الشخصيه. زين، سؤال واحد، خلاص الموضوع انتهى يعني. انت كنت تعرف انه راح ينشر الخبر او لا؟ لان اكو ناس قالت انت اللي سربت الخبر. لا، شلون اسرب الخبر؟ لا، مستحيل. مو انت؟ لا طبعا. الطرف الاخر يقولون ايه يعني، ما اعرف. انا قلت لك ما هذا الموضوع ما اريد نسولف فيه، خلاص قلت لك هذا يخص حياتي الشخصيه. يعني هذا الموضوع شخصي. وهي مشكله اليوم، يعني اي التفاصيل الشخصيه عند اي الفنانين المشاهير كذا قاعده تتحول للراي عام، تصير بالتالي وتصير وراها اشكالات، ومشكله كبيره يعني. صار الزواج لو لا؟ صار الزواج لو لا؟ قلت لك انا امتنع عن الاجابه. هذا الموضوع اتمنى تسده يعني. اوكي، راح احترم رغبتك. قلت لك هذا موضوع شخصي يعني. زين، سؤال بعيدا عن هذا الموضوع، بعد هاي الموجه كلها صارت مشاكل بحياتك الشخصيه بينك وبين زوجتك، بينك وبين، لانه هي صارت طرف بالموضوع؟ طبيعي. صارت مشاكل؟ طبيعي. وصلت الطلاق بصراحه؟ طبيعي. اوه، وشلون حليتها؟ يعني انت بديت تفوز، وين بديت تتدخل بامور شخصيه؟ ما هي هاي. انا قلت لك هذه ما يخالف كل الناس. ساري هذا صارت. يعني شوف، خليني اقول لك شغله، هذه انا اعتبرها من هذا موضوع. شوف، انا يعني شلون اقول لك، شلون اوضح لك اياها؟ شخصي جدا. انا حاط خطوط. بالنسبه لبيتي وحياتي الشخصيه حاط لها خطوط. ما اقدر اسولف بها بالاعلام، يعني هذا ما اتوقع حيهم العالم. هذا موضوع خاص بي. زين، انا احترم رغبتك علي، فراح اتجاوز هذا الموضوع. اريد جمله تقولها لجمهورك كلهم، والناس اللي ضد واللي معه بهذا الموضوع. ضد علي او معه، شنو تقول لهم جمله واحده؟ اكو ناس فهمتك صح، اكو ناس فهمتك غلط. هو شلون؟ شوف، خليني اقول لك شغله، الغلط وارد. ويمكن هذه كانت غلطه كبيره. غلطه انت سويتها. اي نعم. حلو الاعتراف بالخطا علي. غلطه اكيد. بالضبط. غلطه. الطرف الاخر تقول له شيء؟ لا. الفنانه؟ لا لا. ابدا. كنا لها كل الاحترام والتقدير، الله يوفقها بحياتها. كنتوا اصدقاء انتوا اصلا لو؟ اي بديت بديت لازم، وانا شاطر شو اسمه، فاتمنى يعني ها هي راح اتوقف عن الموضوع.